بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله دي تكملة بسيطة لشابتر 8، هي عناصر اوريدي مش موجودة في الماتيريال، فحبيت أتكلم على بعضها. ده مثال بسيط كده على تشارت ات. احنا اوريدي خدنا تشارت ات، هنا عامل جي اوبشن بين زي ما احنا شايفين، شو انبوت دايلوج بوكس. الشخص هيدخل النيم بتاعه ويجيب لي هنا الكاركتر اللي مقابل فول لوب، هتلوب هنا طبعا على الكاركتر اللي موجود عندي اللي هو النيم، تمام، وتجيب لي الكاركتر اللي في كل اندكس. يعني لو جينا هنا رنينا المثال، دخلت له وليهم مثلا اسم هلال، فهيبتدي يجيب لي فعلا الكاركتر اللي موجود في اسم هلال اللي مقابل الاندكس، يلوب على عندي من اندكس 0 لحد الان دوت لينس. ان دوت لينس طبعا ده سترينج، دوت لينس هات لي اللينس بتاعه قد ايه واشتغل على اساسه، تمام. انا طبعا هنا مش عارف الراجل هيدخل قد ايه بالظبط، يعني مش عارف الشخص اللي هيعمل عملية انتري هيدخل اسم مقاومة كام حرف، فعشان كده ما قدرتش اقول له شرط التيرمينيشن عندك مثلا 4 حروف 5 حروف 6 حروف. عملتها ايه؟ عملتها دايناميك. ازاي عملتها دايناميك؟ قلت له ان دوت لينس، شوف انت اللينس واشتغل على اساسه. لو جينا فعلا طبقنا المثال ده، عملنا رن طبعا هنا ناقص نقص، دخلت الاسم وليكن هلال، اوكي، فيطلع لي زي ما احنا شايفين يشوف كل اندكس يجيب لي الكاركتر بتاعه. يعني هنا اي هنا كانت بزيرو، فهيجيب لي الاندكس اوف زيرو في السترنج اللي انا دخلته هلال، فاللي هو حرف الاتش، وبعد كده اللوبه التانيه يجيب لي اوف 1 اوف 2 اوف 3 اوف 4 اللي هما اللي موجودين عندي كاندكس. عندي مثل اسمها كومبير، اوريدي اتكلمنا على الكومبير دي، بيقول لي ان الكومبير دي بترجع يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف يا اما بترجع زيرو. عرفنا طبعا الحالات بالكامل بتاعة الكومبير. برضك هعملها هنا بمثال الجي اوبشن بين، هيدخل الانتري بتاعته وبعد كده هيعمل لها عملية كومبير ويلكم. ويلكم دي وليكم هي الفاليو اوريدي المفروض اللي يقارن بيها، فلو دخل فعلا كلمة ويلكم بنفس الكيس سنسيتيف هتطلع زيرو او لا، هتطلع يا اما موجب يا اما هتطلع ايه سالب. عندي كونتين، يعني ايه كونتين؟ يعني هل هي بتحتوي على كلمه معينه ولا لا، عامله زي اند ويز وستارت ويز اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، تمام. يعني ايه اند ويز؟ زي ما احنا دخلنا ميل سمارت وقلت له سمارت دوت كوم، فعايز اقول له هل هي بتحتوي على دوت كوم ولا لا، تمام. هنشوف برضه تمثيل على الكلام ده ان شاء الله. يبقى كونتينز دي معناها ايه؟ معناها ان الجمله اللي انا بديها لك او السترنج اللي انا بديه لك بيحتوي على حاجه معينه ولا لا. يعني انا هنا قلت له نيم دوت كونتينز دو يو نو، فده طبعا الكلمه اللي موجوده في السترنج اللي اسمه نيم موجود فيها وات دو يو نو اباوت مي، ففعلا اوريدي هي كونتين دو يو نو فهتطلع ترو. اباوت فعلا فيها كلمه اباوت، كونتينز اباوت فهتطلع ترو. هلو طبعا لا، مفيش في السترنج ده كلمه هلو زي ما احنا شايفين، فاوريدي هتطلع ايه فولس. دي ستارت ويز واند ويز. يعني ايه ستارت ويز؟ يعني انا عايز اقول له مثلا هنا هحط له سترنج معين، الكومباني نيم وليكن سمارت دوت كوم، فعايز اقول له اطبع لي كومباني دوت ستارت ويز سمارت، هي بتبدا بكلمه سمارت، فهيطلع ترو او فولس وبناء على انتري اللي انا هدخلها له. طب اند ويز بقول له هل هي بتنتهي بدوت كوم، عايز اشوف الميل فاليد ولا الان فاليد، فاوريدي لو هي فعلا بتنتهي بكلمه دوت كوم هيطلع لي ترو، لو لا هيطلع فولس. ايكوالز، يعني ايه ايكوالز؟ بقارن سترينج بسترينج تاني، فبقول له هل ده ايكوال ده، هل الاس 1 ايكوال اس 2، فهنا هيشوف فعلا لو الاثنين ايكوال بعض فهيطلع لي ترو او فولس، تمام. لو مثلا هنا الكابيتال والسمول ليتر او غير بعض. از امبتي، يعني ايه از امبتي؟ عايز اشوف سترينج معين، يعني اس 1 ده عايز اقول له اف ان هو مثلا از امبتي هتمشي بشكل معين، لو هو لا هتمشي بشكل تاني،
تمام. فهنا عندي ميثود اسمها از امبتي، فبقول له اس 1 دوت از امبتي، ففعلا في الاولى هيطلع ترو. طب اس 2 از امبتي، لا طبعا هنا هيطلع ايه؟ هيطلع فولس. ده كده التكمله البسيطه بتاعه السترينج. وان شاء الله لما ناخد حاجه اسمها الاري هناخد بقى ازاي احول من سترينج الاري مثلا في تشار وهكذا، هناخد امثله على موضوع الاري. بكده نكون اوريدي خلصنا الشابتر ده، وان شاء الله الشابتر الجاي شابتر 9. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.